خلينا كده نقول تاني، نروح من وقت للتاني كمان في أفكار كده بتطرح للتعامل مع أزمة الدولار. انتوا عارفين انه طول الوقت الأزمة الاقتصادية وأزمة الدولار في مصر هي الأولويات، خصوصا في إطار اننا نقلل كمان استهلاك السلع اللي بيحتاجها الدولار. واحنا يمكن الحكومة اشتغلت على الموضوع ده بشكل كبير جدا في أشياء كتيرة جدا، انها تقلل فاتورة استخدام الدولار، او ان احنا يعني نستورد بالدولار علشان نقدر يعني نحصر هذه المشكلة. طبعا حضراتكم عارفين بانه مصر بتستورد سيارات جديدة بأكثر من 4 مليارات دولار سنويا، وده اللي دفع الحقيقة النائب أشرف أمين للتقدم بطلب إحاطة يطالب فيه الحكومة بوقف استيراد السيارات الجديدة لمدة 6 شهور مع استمرار مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج. طبعا الفكرة ممكن يكون تنفيذها صعب، لكن في أسئلة كتيرة. هي فكرة وقف الاستيراد ده يعني بنقول مش ممكن يرفع أسعار السيارات الموجودة، لأن أنت هتوقف الاستيراد فهيبقى عندك السوق المحلي، أو أنت هترفع كده السعر بشكل كبير. هل طبعا ده ممكن يعمل مشكلة ويضر هذه التجارة الكبيرة الضخمة وهذا السوق واستثماراته؟ خلينا نعرف مزيد من التفاصيل علشان ما يكونش الخبر بس كده ايه بدون تفاصيل. معايا عضو مجلس النواب سيادة النائب أشرف أمين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا شفيقة كهان، كل سنة طيبين وحضرات السادة المشاهدين بخير وسعادة. طيب اسمي شفكي بس مش مشكلة، أنا عارفة أنه صعب، صعب زي الأوضاع اللي احنا فيها. طيب ولا يهم حضرتك. سيادة النائب قول لي دلوقتي، يعني طلب الإحاطة بأنه وقف استيراد السيارات لمدة 6 شهور، هل ده ممكن يحل ولا ممكن يعمل أيضا مشكلة داخل السيارات اللي موجودة في الاستعمال المحلي ويرفع الأسعار؟ بص معليكي، احنا بنحل المشكلة من غير ما نأثر على سوق السيارات داخليا. بمعنى ان انا دلوقتي عندي أزمة دولارية صعبة بتمر بها البلاد، مأثرة على جميع مناحي الحياة، واهم منحة فيهم منحة المواد الغذائية اللي خضعت لأزمة الدولار بصورة فجة. المواطن البسيط بدأ مش قادر يتحملها. طب انا عندي قناة السويس، اجمالي المورد الرئيسي لدخول العملة الصعبة بتحقق 6 مليار ونص دولار سنويا. لما تلاقي استيراد السيارات بند واحد ب4.5 مليار دولار سنويا، بالاضافة لقطع الغيار تعادل نفس القيمة ما يقرب من 8 مليار دولار سنويا، يبقى انا لغيت كده ميزه قناه السويس وتميز الاقتصاد المصري بيها. في حين ان انا اقدر احل المشكله دي ازاي؟ فقه الاولويات. لو انا اجلت ومنعت استيراد العربيات لمده 6 شهور او سنه، انا بعتبرها ان دي سلعه ترفيهيه. طب في المقابل انا دلوقتي ههز سوق السيارات في الداخل؟ لا، احنا عندنا قرار وزاري، القرار الوزاري ده رقم 588 لسنة 98 كان بيمنع استيراد السيارات الجديدة اللي هي على الزيرو، اللي هي غير مضل السنة. طب خليني اقف هنا بس ونناقش مع حضرتك الكلام. حضرتك يعني هذا طلب الإحاطة، احنا بنتكلم على تجارة ضخمة فيها استثمارات ضخمة، فيها عمالة، فيها مستثمر موجود، وفيها يعني استثمارات رايحة جاية، واحنا في نفس الوقت يعني بنحاول ندور على اي استثمارات تضخ يعني بالنسبة لنا وتعلي من الاقتصاد في مصر. فأنا لو جيت في هذا التوقيت وأنا عايزة أنشط المسألة، أوقف لمدة 6 شهور استيراد السيارات وأنا بشوف أن السيارات مش ترفيهية زي ما حضرتك قلت، لأنه أنت حضرتك عارف يعني اديني بس هقول لحضرتك وعيني اتفضل. حضرتك عارف أنه السيارات أنت بتستخدمها، أنت عندك دلوقتي حتى القاهرة أصبحت مدينة كبيرة جدا، فأنت الناس بتستخدم سياراتها كمان في التنقل، وساعات الناس بتركن في حتة وتركب بعد كده مواصلات وترجع، فإذا السيارة لم تعد شكل ترفيهي، يعني مش بالشكل. إحنا برضو مش الدول
الاول اللي بنشوف السيارات اللي هي مفتوحه والناس بقى شعرها طاير، الكلام ده مش موجود قوي في مصر. لكن خلينا نقول يعني ناخد كده، هل ده في دراسه هذا الموضوع هيكون ليه جانب يخفض فعلا يعني مشكله الدولار وازمه الدولار بالنسبه لنا، ولا يحطنا في مشكله تانية بان احنا بنوقف يعني ايقاف استثمار كبير او استيراد كمان يعني مستثمر شغال او مستثمرين شغال وعماله ايضا بتشتغل معاه؟ الفكره الصراحه يا فندم عمرها ما هتاثر على السوق الداخلي في السيارات لسبب. أنا بقول دلوقتي إحنا ماشيين بقانون 500 رقم 580 لسنة 98 إن أنا ما استوردش عربيات عدى عليها مضل السنة. تمام. يعني ممنوع إن أنا أستورد في 24 دلوقتي سيارة على الزيرو مضل 23. لا، أنا ألغي القرار ده وأستورد السيارات اللي هي على الزيرو مضل 23 22 21 لأنها هتبقى أرخص وتوفر عملة صعبة. افتح استيراد السيارات المستعمله اللي مر عليها 3 سنين يعني 21 22 23 واجيبه استعمال اوروبي يكون سهل وخفيف. يبقى انا دلوقتي يعني هي عايزه دراسه، يعني عايزه دراسه عشان تشوف. ثواني يا فندم، انت عارفه لو انا عملت المنح ده والاتجاه ده هبقى غطيت احتياجات السوق المصري، ما اثرتش على السيارات، ما اثرتش على رجال الاعمال اللي شغاله في الاتجاه ده. تمام. وهوفر ما لا يقل من استهلاك العضله. تمام، انا بتفق مع حضرتك، ولكن زي ما حضرتك قلت هي محتاجه لدراسه، يعني القرار يشمل مثلا سنوات اقل فتبقى السعر اقل بالنسبه للسياره اللي هنستوردها، وتبقى السيارات الغاليه جدا اللي انت حضرتك بتقول فيها رفاهيه دي اللي ممكن يعني زي اتفق معاك ان احنا نوقفها. لكن السيارات العاديه اللي بنشوفها اللي هي موجود زيها في الشوارع المصريه يعني اعتقد انها ممكن تفضل موجوده. تمام، انا مش معترض، بس انا بقول لي معليك حاجه، ايه اللي اجبرنا على التفكير والاتجاه في المنحة ده؟ الاقتصادي بتاعنا في الداخل. طبعا انا طبعا ابص على قوت المواطن اللي بدا طبعا يتاثر بنسبه كبيره، ولا السيارات. انا مش هاثر على سوق السيارات ولا تجاره السيارات، لا. صحيح. هات المستعمل اللي هو مر عليه سنه واثنين وثلاثه بشروط معينه يحددها القرار، ويكون استعمال اوروبي حاجه تشبه الجديد، بدل ما انا ما اجيب الزيرو بتاع السنه دي بوضع غالي جدا، لما الزيرو بتاع سنتين فاتوا او سنه فاتت بتبقى بمبلغ اقل. الدراسه اوجدت ان 50% من المصروف على تجاره السيارات هوفره، يبقى انا لما اوفر 2 مليار 3 مليار دولار في الاتجاه ده وادور على مورد تاني وتالت ورابع اعمل فيهم توفير في كل المناحي دي لمده 6 شهور واطبق فقه الاولويات فيه، هقدر احل ازمه كبيره. اكيد يعني سياده النائب انا بتفق مع حضرتك، الافكار كلها متاحه للدراسه، متاحه للتفكير، متاحه للدراسه كمان انه ما يتمش الاضرار كمان بعاملين موجودين هنا بيشتغلوا في هذا الاستثمار. وانا بتفق معاك انه ممكن يكون في دراسه بحيث اذا قدرنا فعلا نعدي الازمه دي ونقدر نوفر يعني استيراد ونحافظ على الدولار ونعدي من الفجوه دي اكيد ده هيكون أفضل. بشكر حضرتك على يعني هذه الأفكار، أشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب.